السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع قناة بيتك مع رنا. النهاردة هنتكلم معاكم عن ريفيو كده سريع عن 3 أجهزة كهربائية، مش جهاز واحد. هنتكلم عنهم كده بريفيو سريع، ولكن هما الثلاثة مع بعض لأن هما يعني مكملين لبعض جدا. تقريبا كل اللي بيشتريهم بيشتري الثلاثة مع بعض. لو انت لسه بتجهزي جديد أو لو انت هتجددي المطبخ بتاعك، ففي الغالب كله بيشتري الثلاثة مع بعض. طيب قبل ما نشوف بس الحلقة بتاعتنا، في حاجة مهمة جدا. هتلاقي في جرس جنب زرار اشتراك او سبسكرايب، الجرس ده لازم ندوس عليه، بس ده عشان يفعل اشتراكك ويبعتلك كل جديد. الماركة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة ماركة اريستون، ماركة ايطالي غالية جدا عن الاسعار العادية اللي في السوق، عن الماركات التانية اللي في السوق، ولكن هي زي ما بيقولوا ماركة العمر كله. فتعالوا النهاردة نتكلم عنها. هنشوف الشفاط 90 سنتي مع بوتاجاز مسطح 90 سنتي مع فرن بلت ان 90 سنتي، تمام؟ كلهم طبعا زي ما احنا قلنا مكملين لبعض. اول حاجة الشفاط، شفاط اريستون 90 سنتي، ده مصنوع من الستانلس القوي. الشفاط ده صراحة مليان مميزات، من اهم مميزاته ان هو اللي فيه من تحت 3 فلاتر، دول 3 فلاتر بألمونيوم قابلين للإزالة. يعني أنا بطلعهم وبنضفهم كويس قوي بالمية والبريل، وبعد كده بترجعيهم، تحاولي تنضفيهم بشكل مستمر علشان تأذوش منك أو تضطر أن أنت تنضفيهم بأي منظف يبوظ الألمونيوم بتاعهم. دي أول ميزة معايا، التلات فلاتر دول. طيب الشفاط بيشتغل ازاي؟ انا عندي الشفاط فيه 3 سرعات، المروحة بتاعته ليها 3 سرعات، طبعا زيرو يبقى اوف، بعد كده 1 2 3. بستخدمهم ليه او ايه فايدتهم؟ لو انا في المطبخ على حسب الحاجة اللي انا بعملها، لو انا مثلا بغلي مية او بحط حاجات مثلا متتبخر او كده، فما فيش داعي ان انا استخدم الشفاط بسرعة عالية، هستخدمه على سرعة 1. لو انا بقى بعمل قلي وتحمير وطبخ وحاجات ريحتها قوية يعني هيبقى فيها دهون كتير، فهستخدم السرعة 3. طب ايه بقى الزرار ده؟ الزرار ده الشفاط فيه 2 ضوء هالوجين. ايه لازمتهم الضوء ده؟ لان في بعض الاضاءات في المطابخ بتخلي الشفاط عامل ظل على المطبخ، او لو انت عملتيه مش بعيد بالشكل الكافي كتير بيبقى عامل ظل. فالضوء ده بيحسن ان انت تشوفي كويس قوي على البوتاجاز، والضوء ده فعلا مهم جدا جدا. الشفاط ده مش تاتش، الشفاط ده مفاتيح زي ما احنا شايفين كده. الشفاط ليه ضمان 5 سنين، الضمان بتاعه 5 سنين. ومن الحاجات الحلوه قوي اللي فيه ان هو ما بيعملش صوت عالي. السعر زي ما احنا كده شايفين 3099. طيب لو انا بقى هشوف بعد كده ايه البوتاجاز، البوتاجاز اريستون برضو 90 سنتي، البوتاجاز 4 شعلات، 4 شعلات بس، ما فيهوش حاجه ثانيه. الحته اللي في النص دي مش جريل، مش بنستخدمها علشان يعني نشوي او كده، ولكن هي بس جزء من البوتاجاز عادي جدا. الحته اللي من فوق ديت بتتشال وبيبقى عادي البوتاجاز، لو انت شفتي الموديل بتاعه من غير ديت هتلاقيها حته عاديه جدا مش جريل. طب انا ايه لازمتها؟ بتعمل لك زي مساحه واسعه على البوتاجاز، تقدري تستخدميها تحطي عليها التوابل بتاعتك، تستخدميها وانت بتطبخي، تحطي عليها الادوات بتاعتك، تحطي عليها اي حاجه، لان هي بتبقى بارده خالص مش سخنه. الحاجات البلت ان يا جماعه كلها بتبقى بارده، يعني الشعلة دي انا مولعة شعلة فيهم خلاص، هي مكان الشعلة دي بس اللي سخن والباقي مش سخن، ولذلك هو بيبقى بلت ان، يعني حواليه خشب وحواليه اي حاجة رخام، اي حاجة ما بتسخنش، اي حاجة حوالين البوتاجاز او اي جهاز بلت ان. اول حاجة زي ما قلنا دول الـ4 شعلات، المفتاح دي المكان مش بتاع الجريل، هديت بتتشال ويبقى جزء عادي زي باقي البوتاجاز. طيب الاول مفتاح ده التايمر، لو انت عايز تظبط التايمر بوقت معين وبعديه هيطفي. بعد كده دول الـ4 مفاتيح بتوع الـ4 شعلات، والسعر بتاعه 9549. البوتاجاز ده يعني بيمتاز برضو ان هو مصنوع من ستانلس قوي، مصنوع من ستانلس قوي، وده بيخلي التنظيف بتاعه سهل جدا عن العادي، والحوامل بتاعته منفصلة، هما 3 حوامل منفصلين علشان تقدري انت تطلعيهم وتنضفيهم بسهولة جدا. فده كده البوتاجاز المسطح 90 سنتي، طبعا العمر ما شاء الله يعني هيعيش معاكي العمر كله. ده الفرن البلت ان، عشان كده احنا قلنا يعني 3 اجهزة مع بعض، لان طالما انت جبتي بوتاجاز مسطح يبقى كده هتجيبي فرن بلت ان. طب الفرن البلت ان عندي برضو 90 سنتي بنفس حجم البوتاجاز، سعرها 15699. طيب الفرن ديت ايه هما الـ3 مفاتيح اللي فيها؟ اول مفتاح ده اللي هو الشواية، تمام، تاني مفتاح التايمر بتاع الفرن، تالت مفتاح ضبط درجة حرارة الفرن، تمام. طيب عشان نبقى عارفين، الشواية بتاعت الموديل ده بتشتغل بالكهرباء،
يعني هو البوتاجاز كان غاز والفرن برضو غاز، ولكن الشوايه بس بتشتغل بالكهرباء، فلازم تبقى الكهرباء متوصله للفرن عشان تقدري ان انت تشغلي الشوايه. طبعا بتشغلي الشوايه والاشعال الذاتي والاضاءه كل ده بالكهرباء. الفرن طبعا مصنوع من الاستانلس القوي جدا، سهل التنظيف بشكل يعني ما تتخيلهوش، سهل جدا تتنظفيه، غير الحاجات التانية مش يعني مش هتضطري تستخدمي المنظفات العالية ديت، اي حاجة هتنظفي بيها. كمان لما بتقع الدهون جوه بعدها لما تيجي تشغلي الفرن تاني هتلاقي ان الدهون ديت اتحولت كأنها بقت زي ترابة كده، مش دهون، هو مصنوع كده، هو متصمم كده، فانت بتروحي بحته قماشه كده تروحي تشيلي الترابه ديت وخلاص كده خلص الموضوع. الشبكه بتخرج، اللوح ده برده بيخرج، كل الحاجات بتخرج وتقدري تنضفيها بسهوله جدا جدا. الفرن بيكون جواه طبعا مروحه من فوق علشان تقدري ان انت توزعي الحراره، والمروحه ديت تقدري ان انت تفصليها، يعني تقدري ان انت تسيبيها شغاله او تقدري ان انت توقفيها. ده كان ريفيو سريع عن الثلاث أجهزة، الشفاط والبوتاجاز المسطح والفرن البلت ان. طيب كده الحلقة خلصت، يا رب أكون أفدتكم ومش طولت عليكم، فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وكانت معاكم رنا وقناة بيتك مع رنا، ومع رنا حياتك إن شاء الله أحلى.